عشان الاسنان تبقى جميله. هي الحلقه ايه؟ هي الحلقه ايه؟ ايه هو الانامل؟ الانامل ده هو طبقه موجوده اصلا في السنه بتحميها، فالشركات حبت تعمل ميميك او حاجه شبهها صناعيه بحيث انها تتلزق على طول على طبقه المينا. ايه فايدته يعني الانامل؟ فايدته فكرته بسيطه جدا. فايدته ان احنا بدل في الفينيرز والكراونز ما كنا بنضطر نصغر ونشيل من الاسنان وده ممكن يتعب الاسنان او يبوظها، لا احنا هنلزق طبقه زي طبقه المينا بس صناعيه على السنه من بره. فدي هتديك حاجتين، هتديك لون حلو للاسنان، يعني هتلاقي ان اسنانك بدا يبقى لونها لطيف. في بقى درجات عندك، ممكن تعمل لون فاتح لون طبيعي، في كذا درجه منها. وفي نفس الوقت تخلي الاسنان ستريت. اوكي، يعني بقى ايه، عندك سنه كده قصيره شويه او داخله او في سبيس او مش عارف ايه، يبقى انت بالطريقه دي وصلت لشكل جمالي واسنانك نفسها موجوده، ما غيرتش من شكلها الاساسي بالظبط. فانت كده عملت ريزلت جمالي بدون اي ضرر. حلو جدا. وفي اقل وقت، يعني انت في خلال ساعه بتكون مخلص اسنانك كلها.